صباح الخير مهدي. يعني مهدي، ضعنا في آخر تفاصيل الهجمات التي تعرضت لها مطاعم أمريكية في بغداد. نعم ملاذ، توترات أمنية في العاصمة بغداد. هذه التوترات جاءت يعني مترتبة يعني قبل أكثر من 7 أيام أو 10 أيام، عندما قاموا مجموعة من المجهولين أو من المسلحين باستهداف مطعم كي اف سي في منطقة شارع فلسطين، فبالتالي أيضا كررت العملية مرة أخرى، وأيضا تم استهداف مطعم كي اف سي في شارع فلسطين وتشيلي هاوس، بالإضافة إلى استهداف بعض المصالح الأمريكية في العاصمة بغداد وبالتحديد في المربع الرئاسي. أيضا استهدفوا مطعم كي اف سي في منطقة الجادرية وشركة كتر بلر بعبوة صوتية محلية الصنع. يعني توترات أمنية وانتشار أمني مكثف في العاصمة بغداد نتيجة تداعيات ما يحصل من ارتدادات في الوضع الإقليمي وبالتحديد في قطاع غزة. يعني حسب المعلومات التي حصلت عليها أن هذه التوترات جاءت بناء على ما يحصل في القطاع وما يحصل في المنطقة، ولتكون مردوداته سلبيا على العاصمة بغداد. هنالك انتشار أمني كما حددت سابقا يا ملاذ في منطقة شارع فلسطين، وتم تطويق المنطقة بشكل كامل نتيجة هذه الهجوم. حدثت مصادمات بين القوات الأمنية وبين المجهولين، مما أدى إلى إصابة ما يقرب من 12 شخص في شارع فلسطين. هذه التداعيات أسفرت أيضا على إصابة 3 أشخاص أو 4 أشخاص، بالإضافة لاعتقال 12 شخصا من قبل القوات الأمنية من قبل المجهولين. كان هنالك انتشارا أمنيا مشددا ومكثفا في سلسلة المطاعم التابعة للمصالح الأمريكية، وأيضا ليس فقط سلسلة المطاعم بل حتى الشركات الاستثمارية في العاصمة بغداد. نعم مهدي، مثل ما ذكرت حضرتك وأيضا وكالة رويترز أكدت اعتقال 12 شخصا من المهاجمين، وهذا دليل على توجيهات صارمة صدرت من وزير الداخلية لمنع تكرار هذه الاعتداءات. بكل تأكيد يا ملاذ، هذه الإجراءات والتوصيات التي جاءت من وزارة الداخلية وبالتحديد من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بعد الهجوم الذي حصل على مطعم كي اف سي في منطقة شارع فلسطين، وبعد الهجوم الذي حصل ايضا مجددا على كي اف سي في منطقة الجادرية، فبالتالي كان هنالك انتشارا امنيا مكثفا وطوقا امنيا على سلسلة المطاعم والشركات الاستثمارية، وحصل ايضا هنالك انتشار امني ومفارز امنيه مشتركه في العاصمه بغداد لم يسبق لها مثيل منذ اكثر من 10 سنوات في كل تقاطع وفي كل شارع رئيسي. انتشار امني مكثف من قبل وزاره الداخليه وبالتحديد الشرطه الاتحاديه، بالاضافه الى النجده والمرور لتدقيق السيارات ولتدقيق المشتبه بهم. فبالتالي بناء على الأحداث التي حصلت مؤخرا والإرباك الأمني الذي حصل مؤخرا في العاصمة بغداد، كان هنالك تداعياته أيضا على الشارع العراقي، كان هنالك انتشارا أمنيا مشددا ومكثفا لمنع وقوع الحادثة على سلسلة المطاعم التابعة للمصالح الأمريكية. طيب مهدي، ماذا عن اليوم؟ هل تشهد بغداد اليوم انتشارا أمنيا مكثفا شبيه بأمس يعني في محيط المنطقة الخضراء أو المناطق الحساسة بالعاصمة؟ نعم ملاذ، كما ذكرت سلفا أن انتشارا أمنيا مشددا بعد وقوع حادثة مطعم كي اف سي في منطقة شارع فلسطين وفي منطقة الجادرية، تم تعزيز القوات الماسكة بشرطة اتحادية ومن فوج رئاسي. أنا أقصد تم تعزيز هذه المناطق في منطقة الجادرية شرطة اتحادية ونجدة وفوج رئاسي وقوات البيشمركة الماسكة لهذه الأراضي، تم تعزيز هذه المنطقة خوفا لمنع أي حوادث. كما نعلم أن منطقة الجادرية هي ممتلئة بمقرات الأحزاب السياسية والتي تمتلك أيضا فصائل عراقية، فبالتالي تم تعزيز هذه المناطق بشكل كامل خوفا لأي خرق أمني يحدث أو لأي هجوم من قبل مجهولين يحدث لسلسلة المطاعم أو الشركات الاستثمارية التابعة للمصالح الأمريكية. نعم، مراسلنا من العاصمة بغداد الزميل مهدي غريب، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات.